الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة رمضان يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم
اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف إخواننا المتربصين في المستشفيات. يا ربنا ردهم إلى أهليهم ردا جميلا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد وأدم عليه موفور الصحة والعافية واجعله يا ربنا في حفظك وعنايتك ووفق نائبه وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه وأيد إخوانهما حكام الإمارات برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.